طبعا فيلم عودة أخطر رجل في العالم مع الفنان الكبير الجميل فؤاد المهندس الله يرحمه. كان المفروض تغني لايف. المفروض ايه اللي حصل لك اول ما دخلتي في الكادر كده؟ الحقيقه كان يوم اسود. ليه؟ هو ده اللي خلاكي ما تغنيش في اي حاجه تانية بعد كده نهائي؟ ايه اللي حصل؟ قالوا لي ما عرفتيش تغني. جالنا خالد الامير بالعود وقال لي مش عارفه تك 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 قولي. قلت بتاع وبعدين رحنا الاستوديو. مش استوديو، هو كنا في استوديو سينما يعني اللي هي قلت الدوبلاج يعني. وفي اتنين ميكروفون كده وفي فرقه قدامي كامله، مطربه بقى كبيره جايه تغني كامله كده داخله عليهم يعني تغني. لا لا يعني اكتر من الشباب بكتير قوي. ايه اللي حصل؟ ايوه فلقيتهم قاعدين كده عارف مستنين كده. واللي مش عارفه بيعمل ايه. قلت يا خبر اسمح في ايه في ايه اللي هو صدعينا يعني. ابتدوا بقى ابتدوا يعزف يا خبر اسمح ان صوتي يطلع مفيش ابدا ابدا. وساعتها عملوا ايه؟ عشان انا شايفاكي ما شاء الله بتغني. فين ده؟ جابوا واحده حتى تلاقي الصوت مش نفس، مش حتى مش قريب مني لان ما يعني ما كانتش متوضبة من الأول. تمام؟ ما بتبقى يعني في فنانات لما تلاقيهم بيغنوا بيجيبوا لهم حد بشبه الصوت قريب من الصوت. مزبوط. فأنا دي جابوها على الهوا فما لهاش علاقة بصوت، يعني ما لهاش علاقة بصوتي أنا الطبيعي يعني. بس ما جربتيش مثلا أنت تخدمي الموضوع ده وتغني مثلا؟ مين ده؟ أو تتمرني؟ ليه أو ليه ليه عشان إيه؟ خالص؟ لا لا كفاية بس. ما جربتيش الموضوع ده خالص؟ لا لا خالص مش وارد.